السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. هاد المقتطفات ديال الفيديو اللي فات، ولكن الغريب في الأمر درت بزاف ديال المغامرات في ثلاثة الجبال تبارك الله ما شاء الله، وغادي نزيد مغامرة كبيرة 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 بزاف. غادي نقطع مسافة ديال 1000 متر في واد، وفي أخطر واد في المغرب اللي ممنوع عليك انك تسبح فيه وعمت فيه غير بوحدي الدراري، وغتشوفوا الفيديو كيفاش داير. صراحه هنا الدراري خاصك تنقص من الموت، تصور معايا كنت كنصارع الموت اخوتي، قد يرجع هذا نحط لكم اخوتي الفيديو كيقول لك غامض واحد ويبقى عندي سوفونير لحقه. الصراحه كنت كنصارع الموت في هذا الواد، والحمد لله ما طرا ليا والو. وهذا الشيء اللي كاين، نتمنى يعجبكم الفيديو. ودابا غادي نعوم الريسكي هاد البلاصه، اخا الما فيها موسخ شويه ولكن غادي نعوم. المهم خوتي غادي نسيو الما كيدير، واش بارد ولا سخون. اول حاجه كنسيو الما، هادي البحيره اللي الشومل الفوق الدراري، غادي نعوم فيها ان شاء الله باذن الله. انا المياه زرقاء وما عرفتش انا هادي فيها غادي نعوم. المهم الدراري غنختم عليكم بواحد الحاجه اللي في شكل، نضرب مسافه من هاد البلاصه لديك البلاصه الدراري، غادي نغامر وغادي نخلي كاميرا هنا، ما عرفتش كي غادي ندير. المهم الوداع، نتلاقاو في فيديو جاي، ومنين نخرج لها ندير لكم ها يعني باي باي بسلامه. يا بسم الله، خصني ما نتخلعش. اول حاجه ملي تكون تعوم ما تخلعش، داكشي ايزي. بسم الله، نفس واحد جوج تنفيسات بحال هكا، واش نضربها ولا ما نضربهاش؟ الريسكي اللي ليها ليها، واحد جوج ثلاثة اوب. الحمد لله الحمد لله، خرجت بخير وعلى خير الدراري. وبغيت نصحح لكم المعلومه الدراري، كانت كتبان لي المسافه قصيره من تمايا، ولكن مني جيت دخلت لداخل
عرفت بان المسافه طويله طويله بزاف وجيت نقربكم المسافه اللي ضربت اخوتي، راه ما يمكنش دابا باقي كنهج وصلت حتى للوسطى الدراري وانا نبوندولي في النوبه الاولى خدمتها مزيان، الثانيه بديت كنبوندولي كنكمل تخرجت وسوفليت في الماء، خاصك ما تخلعش في الماء، ايوا فوت تخلعت هبط، بقيت كنكمل بشويه بشويه. وشوفوا من المسافه اللي ضربتها الدراري، راه مسافه ديال بصح. ها انتم تصحيح المعلومه الدراري، انا كنت هنا وضربت هذه المسافه كامله وخرجت لهيه، راكش بان لكم بحال هكا قصيره ولكن راها طويله بزاف. جيت حتى لهاد النقطه هذه وانا نبوندولي، مني كملت هنايا بقيت كنريكيبيري شويه شويه بشويه بشويه تخرجت الدراري، ولكن صعوبه بزاف باش خرجت. الماء تقيل ديال الواد، تقيل بزاف واحد الدرجه ما يمكنش، يعني انت كتضرب وهو كيهبطك لتحت، انت كتضرب وهو كيهبطك لتحت، يعني معركه ديال بصح الدراري. ما كنصح حتى شي واحد يدير هذا الشيء اللي درت انا دابا، وهاد المغامره اللي درت راه ما يمكنش، الدراري باقي كنترعد من الداخل، يعني ريسكيت بزاف. ما تنساوش تخلوا لي الراي ديالكم في كومونتير، ونتلاقاو في فيديو الجاي ومغامره جديده وتحياتي.